الصوت هو اللي صحاني، فلقيت الازاز اتكسرت، ولقيت واحد في نايمين وانا تحت في الارض نايم في الارض رجلي متفرتكه خالص ومات. بعد عني واحد تاني فيه اصابه في رجليه من الشظايا، راح اتعالج. التاني رجله اتقطعت، شميت ريحه البارود وكم. انا قلت ابوي بوتاجاز بتاع، بس لقيت البارود دخل جوه الشقه. في اللي هو اللي كان شغال هو اللي راح جاي جري عليه. بس هو مش واحد بس كان موجود في قلب الاربعة محل ومربع تليفون. وبعدين انا بنيجي في الجنب.